يعني فرح أولى فقراتنا رح نحكي فيها اليوم عن العمل التطوعي والشباب السوري يلي دايماً كانوا خلال فترة الأزمة موجودين بكل شيء عم يقدروا يقدموه من جهود إنسانية، جهود طبية، شفناهم بكورونا وما بعد كورونا، وكمان اليوم رح نتعرف على نشاطاتهم برمضان. أكيد سلمى، نشاطات مثل ما قلتي هي سلسلة كاملة متكاملة، بلشنا فيها من كورونا للزلازل، واليوم بشهر رمضان شو محضرين وشو خططهم لهذا الشهر الكريم؟ رح نتعرف عليها بالتفصيل، وعن نشاط الجمعية خلال باقي أيام السنة مع الدكتور محمد حسن شاشر. صباح الخير، رمضان كريم. صباح نور، أهلا وسهلا فيك. الله يسلمك، أهلا، يسعد صباحك، وأهلا وسهلا فيك رمضان كريم. خلينا نبلش جمعية تشارك صرتو، خلينا نقول اليوم بالبداية جمعية كيف بلشتوا؟ نحن بنعرف ان انتم كنتوا جزء من جمعيه او فريق طبي، خلينا نحكي عن البدايات. بدايات نحن كنا بفتره الكورونا وقت الحجر، كنا ب 17/3 بلشنا، طبعا اليوم كانت ذكرى الثانويه الرابعه. قدرنا ننزل على الشارع مجموعه شباب، نعمل نوزع بقدر الامكان نعقم، نوزع كمامات، تاتشات الى اخره. شوي شوي تطورنا، صار عندنا اسطوانات اكسجين، صار عندنا فريق طبي، كادر طبي من الدكاترة، صرنا نقدم فيه طبعا اسطواناتنا زائد المساعدات الطبية زائد الاستشارات، والدكاترة الموجودة عندنا طبعا كانت بشكل مجاني بشكل تام. حتى الحمد لله صرنا شهرنا كجمعية بال 2022 كان عندنا نشاطات مثل انه استجابة للزلزال، قدرنا نكون فيها نسير 78 شاحنة على المحافظات المنكوبة اللي هي حلب، لاذقية، جبلة، زائد حماة. برمضان الماضي حاولنا نكون مواكبين يعني لموضوع السلال الغذائية، وقدرنا يعني نعمل السلال الغذائية بشكل نوعا ما يكفي نوعا ما حسب الإمكانيات اللي عندنا. كنا مع الدور والرعاية والمياتم موجودين كمان، عملنا نشاطات معه، قدرنا نعمل أنشطة معه للأطفال اللي هنا أساسا هنا بحاجة شيء مثل هيك تسلية فرح، هنا اساسا بمس الحاجه لهذا الشيء. مؤخرا كان عندنا باخر اسبوع ضمن السنه الماضيه شيء اسمه وايت فرايدي، اللي هو سوق افتراضي انت بتقدر فيه تفوت تتسوق بنقود افتراضيه اللي هي نقاط، وبتاخذ القطعه اللي بدك اياها بشكل مجاني بشكل تام. اليوم لما بنحكي عن مشروع مثل هي مشروع الجمعية وهي التسلسلية، يمكن بلشنا بفكرة صغيرة وكبرت الفكرة وبلش الخير يعم على كل مكان بتكون موجودة في الجمعية، لكن بالمقابل بده يمكن تنظيم كمان كتير كبير. كيف بيتم التنظيم؟ وإذا بدنا نقول تقريبا قد ممكن عدد المشاركين بهي الجمعية والقائمين عليها؟ أكيد. هلأ نحن ضمن الجمعية عنا في عنا أقسام معينة، كل قسم له مهام محددة. الهدف بالنهاية خدمة الجمعية لإنجاح المشروع اللي نحن عنا. فطبعاً تختلف التسميات تبع كل قسم حسب النشاط اللي عنا. فهلا نحن المتطوعين اللي عنا حالياً بكونه نحن عنا نشاط السلال رمضان، في عنا فرق كشف، في عنا فرق للتوزيع، في عنا نقاط لجمع التبرعات ضمن ال 4 نقاط هلا بذكر لكم اياهم. فبيتم تقسيمهم هدول حسب الرغبه، حسب رغبه المتطوع، زائد حسب الاهتمامات، زائد حسب الامكانيات اللي هو عنده اياها، الخبره يعني. فهي هي النقاط اللي حابب اذكرها يعني. طيب خلينا نحكي اليوم عن نوعيه المساعدات اللي عم تقدموها خلال شهر رمضان المبارك، وهل توقف الدعم الطبي ام ما زال موجود؟ لا، نحن حاليا الدعم الطبي موجود، نحن عندنا اسطوانات اكسجين، عندنا ادويه، عندنا ادوات طبيه بنقدر نقدمها حاليا، بامكانك بس تتواصل المريض يتواصل معنا فنحن بنقدم له هذا الشيء. بالنسبه ضمن هذا الشهر الكريم نحن حاليا عم نقدم سلال غذائيه، سله هي عباره عن مواد غذائيه للاشخاص اللي هن معدمين متعففين مو قادرين يوصلوا لجهه تعمل لهم احتياجاتهم. بالاضافه نحن عندنا وجبات غذائيه، يعني انت رايح تشتري من محل اكل او محل سندويش او مطعم، فانت بتاخذ وجبتك زائد فيك تدفع انت تاخذ وجبه ثانيه، فنقطع نحن فيها وصل بنحطها ضمن صندوق، بنهايه النهار بيتم جمع هي الوصول، بيحسبوا على اساس عدد الوجبات وبيتم تقديمه للاشخاص المتعففين. هلا الفكره الحلوه انه نحن عم نستقصد ونتوجه يمكن للعائلات الاكثر حاجه من غيرهم، كيف بيتم حصر هي العائلات؟ ويمكن بعض العائلات ما هي تقدر انه تتوجه وتقول انا بحاجه، فكيف تقدروا تحصروا يمكن هي العائلات بكل منطقه؟ تمام، نحن عندنا فرق كشف مدربه مؤهله ضمن قواعد معينه، بتقدر تنزل على الشارع كل فتره
على أرض الواقع، بتعمل كشف على الأشخاص اللي هن ما قادرين يوصلوا صوتهم، مثل ما ذكرت لك من شوي ما قادرين يوصلوا لجهات تدعمهم. مؤخراً إحنا كان عنا فريق الكشف اللي عنا طبعاً هو متطوعين بشكل تام، كانوا موجودين ضمن الريف بالغوطة الشرقية وقدروا يلموا داتا لعالم هي جدا بأمس الحاجة لدعم. فطبعا بيقدروا بيقسموا حسب نسبة الاحتياج وحسب نقدر نحن نعرف أكثر مكان هو بحاجة فعلا لمساعدة. أكيد. يعني من فترة تقريبا السنة الماضية أو من كم شهر أطلقت منصة تشارك لتدعم كل المؤسسات والمنظمات غير الحكومية من خلال هاي المنصة. هل دخلتوا إلى هل في بلشتوا تشبيك مع فرق أخرى ممكن تساعدوا بعض أو شيء؟ بالأكيد نحن عنا مشكورة وزارة الشؤون الاجتماعية قادرة تعمل منصة نحن تجمعنا نحن وباقي الجمعيات. فنحن بأي نشاط بأي اجتماع تطلبه هي وزارة الشؤون الاجتماعية نحن عم نكون سباقين وعم نكون موجودين دائما لنقدر نشبك. نحن بالأخير هدفنا نحن غير جمعيات هدفنا نعمل يعني كفاية للمجتمع ونقدم مساعدات ضمن الإمكانيات الموجودة. فأكيد نحن ما عندنا أي مشكلة بالعكس يعني سباقين لهذا الشيء. هذا دائما بيقولوا إنه العمل على أرض الواقع قد ما كان بسيط فهو بيحمل يمكن صعوبات كثيرة وبيحمل بعض العراقيل. إذا بدنا نحكي عن جمعية تشارب شو كان فيها هي الصعوبات وكيف قدرتوا تتجاوزوها؟ بصراحة أكثر صعوبة نحن حاليا عم نواجهها هي المواصلات. أكثر شيء نحن كيف نوصل نحن للمنطقة أو للمستفيد بأقصر فترة ممكنة وبسهولة يعني. فنحن مشكلة المواصلات كانت عم تكون حتى طبعا قدام اللوجستي، بس المواصلات أكثر شيء كانت نحن مشكلتنا إنه كيف نحن نوصل خصوصي بظل هال مثل ما تشوفوا أنتم صعوبات المشاكل الحياة المشاكل الاقتصادية. فنحن عم نلاقي كثير صعوبة بالوصول بصراحة. فنحن كيف عم نتغلب عليها؟ أحيانا ممكن ناخذ احنا وسيلة نقل عمومية، أحيانا نحن ممكن نستأجر وسيلة نقل ثانية، أحيانا مع المتطوعين. فعم تدبر إن شاء الله. بس عم تكون تكاليف شوي كبيرة عليكم. بالأكيد. فلهيك نحن يعني بمساعدة أشخاص معينين نحن غيرنا شوي مثلا أحيانا التبرعات، أحيانا المتطوعين بشكل إفراد يعني هنا منهم بشكل طوعي عم يساعدونا بهذا الشيء. فهي بهي الطريقة يعني عم نقدر نوصل. يعني فرح الجزء من المنصة أنه كان في أسئلة كتير الناس بتسألها، يا ترى هل في شفافية بعمل الجمعيات؟ وين بتروح المصاري من هاي القصص؟ منصة تشارك خلت الكل يعلن قديش هو عنده دخل، شو بيصير كيف، فصارت الأمور أكثر شفافية. يعني الناس حتى اللي بدها تتبرع صارت بتقدر تتبرع لهي المنظمات أو المؤسسات بشكل عرفانة شو راس مال الجمعية وكيف عم بيتم. جزء من عملكم كان يقدر ويمكن كرمتكم وزارة الصحة سابقا بكورونا لأنه كنتوا أول فريق يدخل على بيوت الناس مع معدات طبية وقت كان الأطباء خايفين، في كتير ناس ما كانت تروح تعالج حدا ببيته، أنتوا لا كان عندكم فرق مدربة وتدخلوا بيوت العالم. هل ما زال هذا فريق الطوارئ موجود أو لا؟ هلا نحن كيف شفتوا الحالات؟ يمكن السنه شهدنا نوع جديد من فيروس كورونا، كل الناس كانت مرضانه، كل الشتويه ما كانت عم بتطيب، هل تم الاستعانه فيكم من قبل هذا الفريق؟ هلا بصراحه نحن كونه انتهت فتره الحجر، انتهت الفتره الشديده من فيروس كورونا من الجائحه، فنحن حتى خف اهتمامنا تجاه او خف النشاط تجاه هذا الشيء. احنا ما زال عندنا اسطوانات اكسجين، ما زال عندنا ادوات طبيه، ما زال عندنا مساعدات، وما زال عندنا ادويه بتقدر انت تاخذها باي وقت. طبعا اكيد مع فريق كادر طبي كامل بتقدر انت تستعين فينا، بتقدر تاخذ استشاره بمجرد انت ما تحس باي اعراض ابدا بشكل مشابه تماما بالسابق. ولكن وطبعا احنا بنوصلها او هن بيجوا بياخذوها ما بتفرق، بس انه نحن فريق الطوارئ نحن وقفنا بشكل مؤقت لانه نحن ما لنا بي ما عاد في بقى في حاجه وإردافة لنقطة انه التبرعات بامكان اي متبرع. يعني نحن كنا عم نناشد بهذا الشيء انه نحن مع الفرق التطوعيه اللي عم تنزل على الكشف على المناطق اللي من فتره كنا عم ننزل فيها على المناطق بالغوطه الشرقيه والريف. يعني فنحن كنا عم نناشد انه اللي حابب يتفرج ينزل يتفرج معنا فميت اهلا وسهلا بطريقه نحن نحفظ فيها حقوق وكرامه يعني الاشخاص المتعففين، لانه هن اساسا يعني ما ناقصهم بصراحة تماما. فهنا بس بإمكانه الشخص اللي حابب يتفرج حابب يشوف الأوضاع بيقدر ينزل مع فريقنا المدرب بشكل تام
ويشوف الامور بشكل عام. يعني تحترم هي النظره انه نحن مثل ما بنقول انه اذا اعطينا بايد اليمين لشمال ما تعرف فيها، فهي النظره يعني تحترم، لانه اليوم للاسف البعض بدون ذكر اسماء ان كان جمعيه او اشخاص محددين، لما بيكون في اي تبرع او اي مساعده انسانيه يعني بيكون في تشهير حقيقي لهي العيال، وهون يمكن هذا الشيء الغلط يلي اكيد ما وقعتوا فيه حضرتكم انتم. يعني اكيد نحن الحمد لله ما حاولنا ما نوقع فيه، والحمد لله ما وقعنا. مثل ما ذكرت الانسه من شوي انه نحن عندنا اخر نشاط عملناه اللي هو وايت فرايدي باخر اسبوع 2023، عملنا مثل في سوق افتراضي، كل شخص بيقدر يفوت ياخذ. طبعا مشكوره محافظه دمشق اللي قدرت تامن لنا مكان اللي هو نادي المحافظه. انت بتفوت على السوق الافتراضي هذا موجود، يعني احنا عندنا اواعي للرجال النسواني ولادي الى اخره، فانت بتاخذ على كل شخص عدد معين من النقاط وحسب عدد افراد عائلتك بتجي بتقدر تفوت تسوق الاغراض اللي بدك اياها، الاواعي اللي بدك اياها، كل غرض له سعر معين، وبتروح بتحاسب فيه على عدد النقاط اللي معك بطريقه بتحفظ كرامه الشخص هذا. مثل ما ذكرتي حضرتك انه نحن يعني ما لازم بيمينك تعرف شو فيها شمالك، زائد انه مثل ما ذكرت انا انه ما لهم يعني هن ما ناقصهم، عرفتي كيف؟ حاولنا ان شاء الله نكون قد الحمل. اكيد، ومثل ما دائما بنقول يعني نحن بهذا الشهر الفضيل ما لنا بحاجه انه نحن نبرز نفسنا على حساب الاشخاص اللي هن بحاجه، شو ما كانت كرامه الناس كثير مهمه. خلينا نحكي عن نوعيه الدعم اللي انتم بحاجتها، مشان اي حدا عم بيشوف اليوم اللقاء وحابب انه ممكن يساعدكم، شو نوعيه الدعم؟ هل هو دعم مادي ام بتحبوا مثلا شركات اغذيه تتبرع بمواد؟ شو الاحتياجات اللي شفتوها بعد اول اسبوع من رمضان؟ بصراحه مثل ما ذكرتي حضرتك انه احنا اول شيء حاطين هدف معين لعدد سلال معينه، فبشكل رئيسي نحن عندنا بحاجه دعم مادي لحتى نقدر نوصل، لان نحن عندنا قيمه السله الواحده اللي عم نجهزها 500,000. شو بتتضمن تقريبا؟ بتتضمن مواد غذائيه اللي هي رز، سكر، سمنه، برغل، الاساسيات. تمام 100%. ف بحاجه دعم مادي لحتى نقدر نكمل بهذا المشروع، بحاجه دعم شركات الاغذيه لانه هي تقدم لنا مساعدات، تقدم لنا حتى ممكن يعني ممكن بشكل مجاني ممكن حسومات، يعني حتى نقدر نحن نوصل مثل ما قلت لك لهدفنا. زائد مثل ما ذكرت قبل شوي انه من احد مصاعب المصاعب اللي عندنا اياها هي المواصلات، فاذا حدا مثلا قادر يقدر يساعدنا بالمواصلات فكان هذا شيء جدا يعني مشكورين عليه. يعني عمل الخير اكيد ما بيوقف عند شهر رمضان الكريم، لكن خلينا نقول في خطه معينه حاطينها لما بعد شهر رمضان؟ مفكرين تعملوا شيء بعد هذا الشهر؟ هلا اكيد نحن نشاطاتنا ما بتوقف، نحن اساسا كان ببالنا نكمل بالوايت فرايدي نعمل شيء على عيد الام، بس صادف انه عيد الام مع رمضان سوا، فنحن حاولنا ممكن ناخر الفكره شوي لبعد رمضان. زائد احنا عندنا نقطه بالعيد، في عندنا اضاحي عيد، زائد كل فترة إلى هلا ممكن مثل ما ذكرت أنا نحن على وقت المدرسة وقت عودة المدارس كان عندنا نشاط ألبسة مدرسية، قدرنا الحمد لله بمساعدة المتبرعين نوصل الألبسة المدرسية لطلاب دور رعاية وما ياتم، فنشاطاتنا الحمد لله ما حتوقف وإن شاء الله دائما نكون على حسن الظن يعني. أكيد. فبعد رمضان اكيد في ممكن كمان الفتره هي بتفرض نفسها 100%. يعني احنا مثل ما شفتي حضرتك السنه الماضيه كان عندنا طارئ اللي هو الزلزال، ان شاء الله ما بيعيدوا على البلد، فاضطرينا احنا نعمل شيء جديد، يعني غيرنا خططنا بشكل تام. وقت المدارس كمان في وقت 100%. فكل فتره لها ظروفها بصراحه. صحيح. طيب دكتور خلينا نحكي كمان، اليوم أغلبية الفريق هو أطباء، لأنه أنتم بالبداية أول ما بلشتوا كان هدف التوعية ونشر المعلومة بعدين المساعدات الطبية، هل انضم لكم بعد ما صرتوا هلأ جمعية تشارك انضم لكم أشخاص عاديين؟ اليوم شو المجال، كيف أنا ممكن مثلا حدا ينضم، كيف ممكن يساهم ضمن هاي الجمعية؟ أكيد نحن صار عنا أفراد من 15 سنة ل 40 و50 سنة. نحن عنا صار بمختلف الفئات العمرية ومختلف الاختصاصات ومختلف يعني كيف بدي لك فئات تمام. فمتواجد عنا أي حدا بيقدر يتطوع، إمتى ما كان بتقدري تفضلي حضرتك تتطوع أنت أو أي حدا تاني. موجودين نحن على من يوميًا، هلا برمضان نحن موجودين من 10 لل 12 ليلا، خارج رمضان من 10 وين في اماكن صارت لكم؟ هلا نحن مقرنا بعرنوس بساحه عرنوس بين عرنوس والشيخ بندر جنب بجاده المختار يعني. فهي نحن
تمام. طيب اذا بدنا نقول اليوم دائما الاشخاص بتسال انه احنا حضرتك دكتور محمد شو قدمت لهالجمعيه، شو كان نشاطك فيها، لكن دائما عمل الخير مفعوله يمكن مزدوج اذا بدنا نقول عمل الخير اللي بيرجع لك انت، شو حسيت انه في شيء ممكن تغير من حياتك وحياه الشباب يلي بنقول اليوم هن بحاجه لحتى يجربوا ويقدموا سواء بالاعمال التطوعيه الانسانيه ويساهموا بكل شيء عم بيصير بهذا البلد؟ هلا في نقطه دائما انا بذكرها انه انا كان عندي ثقه ضعيفه بصراحه بالجمعيات او بالمجتمع الاهلي، بس من لما بلشت يعني قنعوني وبلشت انزل العقمه وكذا كثير تغيرت نظرتي تجاه هذا الشيء، زادت ثقتي، حبيت المكان، اعطيته مثل ما اعطاني. فبصراحه ايام الكورونا مثلا كانت دعوه هي تعمل لك اثر نفسي كثير شيء حلو. كم سنه دكتور حضرتك بهي الجمعيه؟ انا لي 4 سنين، يعني انا من 2020 من البدايات. فالأثر النفسي اللي تتركك إياه كان بأحلى الظروف، كلمة كانت كتير تترك أثر بصراحة. كملت بعدها بأيام الزلزال مثلا بحلب، أنا كنت موجود بحلب، فكان العالم أنت لما تشوفي الشيء الصعب اللي كان بوقت الزلزال، أثر الزلزال كان كتير صعب، فأنت تترك بنفسك شيء سيء، شيء أثر سلبي، لما العالم تجي بتدعي بتشوف وبتكذا كان تنقلك بصراحة من أخفض نقطة نفسية لأعلى نقطة نفسية، كان كتير يعمل شيء فيدباك كتير رائع يعني. فمثل ما ذكرت لك أعطاني مثل ما أعطيته. أكيد. نتمنى لكم كل التوفيق، وأكيد بندعو الكل اللي بيقدر يشارك معكم مثل ما حكينا، إن كان ماديا أو إن كان من محلات والتجار اللي بيقدروا يساهموا بالغذائيات. شكرا لك. شكرا لوجودك معنا. شكرا لك، وتحيتنا أكيد كتير كبيرة لكل أفراد الجمعية فردا فردا اللي حضرتك مثلتهم اليوم. شكرا جزيلا لك، ورمضان كريم. رمضان.